الليرة السورية تحاصر الدولار الأمريكي في كل الأسواق وتستمر في الارتفاع مع ارتفاع الذهب بمقدار 2000 ليرة. للتفاصيل تابع معايا الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. الدولار الأمريكي مستمر في التراجع أمام الليرة السورية اللي بتشهد تعافي وارتفاع على جميع المستويات. وارتفاع وتعافي الليرة الأيام ديت دليل خير ومبشر على ارتفاع وتعافي الاقتصاد السوري ككل. وفي المقابل ارتفعت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 1 يونيو 2023 بحوالي 2000 ليرة علشان يسجل جرام الذهب عيار 21 501 ألف ليرة. وبنأكد زي ما بنأكد في كل حلقة على تمنياتنا بتعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري ككل، وكمان تعافي كل اقتصادات الوطن العربي لأننا كلنا نسيج واحد. أما عن الأسعار الرسمية لصرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 1 يونيو 2023 فسجلت 8975 ليرة للبيع و 8875 ليرة للشراء. أما بالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المحافظات والمدن السورية اليوم الخميس فسجلت، سجل الدولار في إدلب 9100 ليرة، وفي اللاذقية سجل 9000 ليرة، أما في حماة فسجل 9025 ليرة، وفي منبج سجل الدولار 8825 ليرة، وفي جرابلس سجل الدولار 8850 ليرة، وفي أعزاز سجل الدولار 9000 ليرة، وفي الباب سجل الدولار 9000 ليرة، وفي عفرين سجل الدولار 9000 ليرة، وفي كوباني سجل الدولار 8825 ليرة، وفي الرقة سجل الدولار 8825 ليرة، أما في مدينة دمشق فسجل اليوم الخميس 9025 ليرة، وفي الحسكة سجل الدولار 8850 ليرة، وفي دير الزور سجل الدولار 8850 ليرة، أما في السويدة فسجل الدولار 8950 ليرة، وفي درعا سجل الدولار 8950 ليرة، وفي حمص سجل الدولار 9025 ليرة، وفي طرطوس سجل الدولار 9000 ليرة، وفي حلب سجل الدولار 9000 ليرة. أما عن أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية اليوم الخميس 1 يونيو 2023 فسجلت، سجل اليورو 9570 ليرة للبيع و 9458 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 6604 ليرة للبيع و 6522 ليرة للشراء، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 11123 ليرة للبيع و 10989 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية اليوم 433 ليرة للبيع و 426 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي اليوم الخميس 1 يونيو 2023 أمام الليرة السورية 2398 ليرة للبيع و 2368 ليرة للشراء، أما الدينار الكويتي فسجل 29193 ليرة للبيع و 28842 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 12677 ليرة للبيع و 12528 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 291 ليرة للبيع و 286 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 1 يونيو 2023 فسجلت، سجل جرام الذهب عيار 24570 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21501 ألف ليرة، أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 429 ألف ليرة، وسجلت الأونصة 1967.53 دولار. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات العربية والأجنبية أمام الليرتين السورية واللبنانية اليوم الخميس 1 يونيو 2023، واللي وصلنا فيها لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية. وسجل الدولار وفقا للبنك المركزي اللبناني 15000 ليرة، وحافظ الدولار على مستواه على منصة صرافة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 86300 ليرة، واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان عند 94600 ليرة للبيع و 94400 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية اليوم الخميس 1 يونيو 2023. لو وصلتك ما توقفهاش عندك علشان غيرك يعرف التحديثات أول بأول،
وتابعني انا حسين علي، هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.